بسم الله على بركة الله. أسعد الله أوقاتكم متابعين متابعات شوف تيفي، مرحبا بكم. أنا اليوم من مدينة القنيطرة، معنا الأخت أو الشابة الجميلة لالا سميرة من ديال إيطاليا، اللي كتعيش في إيطاليا هذه أسبوع باش دخلت المغرب، وجايبة واحد الفكرة ديال جديدة، لأنها كتنصح واحد القناة ديال اليوتيوب من أجل أنها تعاون بها الناس اللي محتاجين، وأيضا جايبة مع مجموعة ديال الكراسات أو 3 الكراسات اللي غتشرح لنا من بعد ياسر الكراسات. مرحبا بك لالا سميرة معنا في هذا البث المباشر، ومرحبا حتى بالمتابعين الأفاضل اللي كيتابعونا الآن، وكنتمنى منكم أنكم تبارطاجوا، لأن هذا اللايف كيستحق أن تبارطاجه، ونشجعوا الأخت سميرة على المبادرة ديالها اللي مقيمة بديال إيطاليا. انت هذه اسبوع باش جيتي اختي، مرحبا بك، وبغينا تقدمي لنا اسبوع هي سيمانه، قدمي لنا نفسك اكثر، ومرحبا بك مره اخرى، تفضلي. السلام عليكم، انا سميره، عندي 37 عام، انا ديما كنهضر هكا، عندي 37 عام، متزوجه ومطلقه، عايشة في الدول الخليج، إيطاليا، 17 عام دابا، 17 سنة، تسمحوا ليا. أين بلاصة عايشة في إيطاليا؟ في جينوفا. أنتي اليوم جيت تقولي معنا اليوم 600 متابع، ومازال إن شاء الله غتعوضي. مرحبا بكم، مرحبا بكم. وانا جيت اليوم باش نتعرف على خوتي. هذه الاسبوع باش جيتي وقلتي ان جايبه واحد الفكره ديال انك بزاف جايبه هذه الفكره، كنعرف منك اخت سميره على هذه الفكره والطريقه اللي تفكري. اش غنقول لك، هذه الفكره اللي جاتني انا، كان وقع لي واحد الحديث. كنت في ايطاليا ومشيت لاسبانيا، مشيت عند اختي، وهي وقع لي واحد لاكسيدون ومنعت منها، الحمد لله وحمد لله سلامتك، منعت منها. هذيك هي اللي خلاتني تنقول يعني بحال اللي عاد زدت من جديد. قلت شنو غندير، بقيت كنفكر شنو غندير. كنت كنتفرج واحد السيد ابو حمزه، راه كلشي راه كيعرف، كنت انت باغا دير واحد العمل خيري، كنت غندير شي العمل خيري، كنت غادي نديرو. لان من هذيك الحادثه اللي وقعت، هذيك الحادثه حد دابا كنبغي انا كنوصل لها الميساج. هذيك الحادثه اللي وقعت ليا، انت غادي من ديال ايطاليا لديال اسبانيا. كنت غادي لاسبانيا، كنت غادي تما، انا كنمشي تما كاينه مره. هو قلت لك بحال اللي عاد زدت من جديد، هذيك الكسيده خايبه، ما نقولش لك. الحمد لله ما وقعك والو، الحمد لله ما وقع لي حتى شي حاجه، خرجت بسلام الحمد لله، طونوبيل ما نقولش لك. المهم شوف، الصحه هي الاولى، اكيد الصحه هي الاولى. صافي من بعد بقيت نقول هاد خصني ندير شي حاجه، ندير شي حاجه الخير باش نعوض هذاك سمعتيني. واحد النهار كنتفرج في اليوتيوب وانا نشوف هاد السيد ابو حمزه، كنشكرو انا من هاد المنبر. قلت انا علاش ما نديرش بحالو، قلت علاش ما نديرش بحالو. جاتني هاد الفكره نعاون خوتي المحسنين، خوتي المسلمين، خوتي الفقراء، المغاربه، علاش ما نعاونهمش. صافي فكرت ندير هاد القناه، فتحت واحد القناه خيريه. انا خدامه، قلت هذاك الوقت الكافي اللي عندي انا نخدم على هاد القناه ونعاون خوتي اللي محتاجين. جميل جميل، فكره زوينه وتبارك الله، كنحييك عليها الحمد لله. وهذا الشيء انا كنقولو يعني هذا الشيء بالمصداقيه، دايره هذا القناه بالمصداقيه، وباقي غادي يعرفوني مزيان. الناس اللي كيعرفوني راه يكتبوا الكومونتيرات دابا ويقول لك هذيك السيده واش كتكذب، واش كتقول الصح. الحمد لله. شنو قبل ما غادي نخليوك تسمحي لي قطعتك، انا راه متاثره لحقاش اول مره كنهضر في الحمد لله، ولكن انا ما تعطلناش على البحث، كنت تتصل بينا او تتصل بالاداره، كلنا الطريقه. راه عندي شي اليوم عندي نهار كبير، نهار كبير من جو عندي خوتي وبغا يعاونوني. شفتي شفتي، نهار كبير عندي، النهار كامل ما خرجت لا والو، كنت نتسناكم. مرحبا يا من دخلتوا عندي راه شفتوا الترحيب اللي درت ليكم. مرحبا، كنت تسالتينا بينا البارح، اتصلت بكم ولكن ما نفكناش ودينا الوقت ما حتى داكشي اللي وقع لكم. واخا غادي نرجعوا مباشره، غادي نرجعوا لهاد الحوايج اللي جبتي للناس. واخا ممكن تخلينا ها هي. مرحبا. المهم انا جبت هاد الكرسي متحرك، هاد الكرسي متحرك نصح لي نتايا. لا ما حفظتش. واخا هذا كرسي متحرك ياك؟ هذا الكرسي متحرك. شي مسكين ما الناس اللي محتاجين، الحق اللي محتاجين ما عندهمش يجي عندي يتواصلوا معايا، يدخلوا القناه يتواصلوا معايا. هذا الناس اللي محتاجين له، اللي محتاجين له. نعم. طبعا اللي محتاجين له فيما كان نمشي عنده ما عنديش المشكل انا. نعم. فيما كان عندي الطوموبيل نمشي لعندو نديه له. انا الحاجه الوحيده باغي ندير الخير. نعم. هادشي اللي كان. وهذه هذاك الشيء اللي كيكونوا في السليطار. نعم، اللي كيباش يشدوا. هادي هكا اللي كنت برافو. نعم الا كان محتاج شي واحد يجي مرحبا بيه. هادي باش كيتمشاو اللي عيدير العكاز، الناس الكبار والناس اللي يدير العكاز يدير هادي مريحه. فهمت؟ نعم مريحه يعني مرتاح كوموط ولا ما عرفتش باش تمام. انا كنت متخصص. كنتمنى خوتي المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب يدعموني ويشجعوني باش نزيد ندير هاد الحوايج زوينين. نعم بغيت الميساج ديالي يوصل داخل المغرب وخارج المغرب، ودخلوا عندي القناه. واخا سمحينا عن قطعت السماع. الناس اللي بغاو ياخذوا هاد الحوايج او الناس اللي محتاجين لهم، شنو كيفاش كيفاش يتواصلوا معك؟ الطريقه اللي يتواصلوا معك يدخلوا عندي القناه. سميت القناه؟ القناه سميتها سميره جينوفا. القناه سميتها سميره جينوفا. علاش ما سميتيهاش واحد الاسم اخر واختاريتي لها هذا الاسم هذا؟ علاش اختاريت لها هذا الاسم؟ صافي اسمح لي. علاش اختاريت لها هذا الاسم؟ راك انت عارف الطاليان كاين واحد الجمعيه تما. كاينه جمعيه. المهم انا اللي عارفه كاينه واحد الجمعيه تما كاينه كيعاونوا، هما اللي كيعطيو هذا الشيء. فهمتي؟ فانت قررتي انك ندير انا هذيك السميه باش باش يعرفوني انا، باش يعرفوني بالله انا كنعيش تما كاينه ودرت القناه بحال كنكبر بيهم هما. فهمتي؟ بحال اللي كنكبر بيهم. قلت لك ايوا صافي هادشي اللي كاين. انا دابا ما يمكنش ليا نقدر نبدلها، حاولت نبدل ولكن ما يمكنش لحقاش انا خاصني ضروري ندير انا شي سميه يعني باش المدينه اللي فيها انا. فهمتي؟ الدوله اللي فيها انا. نعم. باش يقدروا يعاونوني. بحال دابا انا يجيو عندي يجي شي واحد محتاج هاد الكروسه ولا هاد الكرسي، خاصني ضروري نصور معاه. علاش غنصور معاه؟ باش نمشي انا عندهم باش نوريهم هذاك الفيديو باش يتيقوا بيا بان انا راه كندير الخير وكندي الحوايج للناس المحتاجين. فهمتي؟ هادشي اللي كاين. واخا كاين شي حاجه لان دابا معنا 1000 شنو كتمنهم وشنو الرساله ديالك اللي باغا؟ واش غنقول لهم؟ خوتي المغاربه بغيتهم تشجعوني. خارج المغرب داخل المغرب كلشي. انا اليوم جيت باش نعرف راسي عليكم وتعرفوا عليا وتشجعوني وتدعموني. انا بغيت انا ما محتاجه حتى شي حاجه. الحمد لله انا خدامه، انا عندي 16 عام ولا 17 عام في الطاليان، خدامه الحمد لله بداري. ما ماشي كنسافر عليكم زعما راه عندي ولا، ولكن انا الحلم ديالي هو نعاون خوتي الفقراء، العمل الخيري. هذا هو الحلم ديالي، كنهضر من القلب ديالي، هذا هو الحلم ديالي انا. وكنشكر عبدو الابو حمزه من هذا المنبر، ما كرهتوش يتصل بيا ويهضر معايا. هذه رساله ليه. نعم، هادشي اللي بغيت نقول، وكنتمنى خوتي المغاربه يعجبهم هادشي اللي درت. شكرا. كيف ما تابعتم انا متابعين الافاضل، هذه الاخت سمران اللي عايشه مقيمه ب سي بون. حسيت بك مزيان، راه كنعيط بك مباشر. لا بالعكس، تبارك الله عليك، طوب، بارك الله فيك. لا بالعكس، هذا واجب لاله، هذا واجب لاله. مرحبا مرحبا. كيف ما تابعتم انا متابعين الافاضل، هذه سميره اللي مقيمه بالديار الايطاليه. سميره عندها واحد الحلم انها تحقق، بحكم انها كيف ما قالت لكم في السابق انها دارت واحد الحادثه، ولكن الحمد لله ربي نجاها. فخدات في العاتق ديالها انها تقوم بواحد العمل خيري، فبقات كتفكر. فمن شافتك على حسب التصريحات ديالها وعلى حسب ما سمعناها، قالت باننا بغيت شفت من شفت الطريقه ديال ابو حمزه، ياك قلتي ابو حمزه شنو عبدو ابو حمزه. فلقات انها هذا الكونسيبت ديالو والطريقه ديالو انه يسمتو، فقالت لما لا انني نعمل هذه الطريقه وانني انا نكون بحالو ونكون سمتو. فهو هو المثال ديالك الاعلى كما كنقولوا، واخا. فبالتالي فقالت انني لما لا انني نكون بحالو، انني ندير بحالو. فكتقول انه انا بغيت ندير بحالو، حكم اني عايشه مقيمه في الديار الايطاليه، ممكن انني ندير بزاف الحويجات ونشوف الناس محتاجين. كذلك قالت باننا عندي واحد ثلاثه ديال الناس اللي هما محتاجين فعلا لهاد ثلاثه الحويجات اللي شفتيهم، ثلاثه كريسات هما كما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل وما هادو. فالناس اللي محتاجين هاد الكراسات وهاد الكرسي المتحرك، وايضا وهاد الناس هادو، هاد الحويجات اللي هما ثلاثه. كتقول انه يدخلوا عند القناه ويتواصلوا معها باش تعطيهم لهم، وايضا باش كطلب انه لا يقبل انه يتصور باش تقدر تدفعهم للجمعيه اللي في الديار الايطاليه، بالضبط بالضبط بجينوفا. كتقول انني لا باش نقدر نزيد نعاود نطلب لهم مره اخرى ونعطي لخوتي المغاربه هاد المسائل. كتقول انا ما نحتاجش حتى شي حاجه، الحمد لله. انا عندي ورقاتي، عندي امور ديالي، مقيمه بالطاليه، عندي داري، الحمد لله. انا ما محتاج حتى شي حاجه، وما محتاج حتى يمكن ما محتاج حتى الشهره، حتى الشهره ما محتاجهاش، محتاجها فقط لان دير العمل الخير ودير بطريقه زوينه. فشكرا ايضا لكم المتابعين، كنتمنى منكم انكم تبارطاجوا هذا اللايف. كلمه اخيره اللي باغي تقولها، او اللي شي حاجه انت باغي تقوليها، اللي عندي لها كلمه اخيره. بغيت نقول كنشكر خوتي المغاربه، وكنشكر شوف تي في اللي جات عندي وكبرات بيا، وانا اختكم وبغيتكم تدعموني. وهادشي اللي بغيت نقول لكم، وراه كنموت على المغرب وانا مغربيه، وكنموت عليكم ونوح عليكم. ليله سعيده وامسيه سعيده، وتبارك الله عليكم متابعينا الفاضلين. وما تنساوش انكم تبارطاجيو وتدعموا الاخت، وتدعموا هذا اللايف، وايضا تدعموا الاخت سميره. فذكرينا بالقناه ديالك الاخت سميره، سميره جينوفا. هذه القناه ديال اليوتيوب. ومرحبا بكم، كتقول لكم مرحبا بكم كاملين على القناه. شنو هي؟ داكور، غادي تكتبوهم في التعليقات. فهي غتكتبها لكم بعد قليل، غتكتبها لكم في التعليقات. فشكرا مره اخرى للمتابعين الافاضل، وليله سعيده وامسيه سعيده.